بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. برحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات مهندس استشاري أو كونسلتنت انجينير. يسعدني أن أنا أشوفكم تاني بعد حوالي غياب أكتر من أسبوع. النهاردة إن شاء الله حلقتنا بتتكلم على نظام نزح المياه الجوفية أو ما يسمى بالدي ووترينج سيستم. طيب عايزين الأول نعرف إيه نزح المياه الجوفية ده. يعني إيه نزح أصلا؟ نزح يعني إقصاء أو استبعاد شيء معين. يعني أنت بتبقى ماشي في طريق معين وتلاقي مثلا صخرة كبيرة في طريقك، فأنت تبقى عايز تعملها إقصاء أو إزاحة، تشيلها من طريقك عشان تقدر تكمل طريقك بالمديول الصح او بالسيكونس الصح اللي انت حاطه لنفسك. طيب عملية نزح المياه الجوفية هي عملية ابعاد المياه الجوفية او اقصاء المياه الجوفية او طرد اذا صح اللفظ المياه الجوفية من منسوب تأسيس المبنى اللي انا ببنيه عشان اتمكن من ان انا اشيد المبنى بتاعي وانفذ كل خطوات التشييد بطريقة صحيحة وآمنة. مهم قوي كلمة آمنة دي. طيب لو تخيلنا ان احنا بعد ما حفرنا وصلنا لمنسوب التأسيس بتاعنا فوجئنا بمياه جوفية. منسوب التأسيس هو اول منسوب بيبدأ فيه الشغل اللي هحط فيه قواعد المبنى. فوجئت بمياه بتهاجمني، مياه جوفية طالعة من باطن الارض وجت بتهاجمني. هل تتخيلوا ان انا هقدر اعمل اي شغل متعلق بالكونستراكشن او بالتشييد في وجود المياه دي؟ مش هقدر اعمل، تمام؟ وحتى لو افترضنا انك هتعك، تمام، وتشتغل في وجود مية، تمام، مش هينفع، لان اولا انت كده هتخاطر بحياة الناس اللي شغالة. وجود مية دي بيئة غير امنة تماما للشغل، خصوصا في المواقع الهندسية نتيجة وجود كهرباء، وممكن تؤدي الى صعق كهربائي ولا قدر الله حالات وفاة او حتى ضرر. يعني الحالة التانية كمان ان هي المية هتهاجم لك المواد الانشائية، تبوظ لك الخشب، تصدي لك الحديد، تعمل رست او كروجن للحديد، وبالتالي ما ينفعش. لابد ان احنا قبل ما نبدأ التشييد ان احنا نتخلص ونزيل المياه الجوفية دي من طريقنا. طيب هو احنا مش هنعرف ان في مياه جوفية غير لو حفرنا وصلنا لمنسوب التأسيس وساعتها نكتشف وجود مياه ونبدأ نفكر ازاي هنزلها؟ لا، الكلام ده غلط تماما. ثواني يا جماعة، في رسالة جاية. يعني اهلا يا باشمهندسة زينب، بنرحب بيكي. خنضيف. نرجع تاني نقول هل احنا امتى هنعرف ان عندنا مياه جوفيه؟ هل لما نحفر ونوصل لمنسوب التاسيس ساعتها هنفوجئ بالمياه بتهاجمنا ونبدا نفكر؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. المفروض في سيكونس شغل للصح نقدر من خلاله بالسيكونس ده ان احنا نحدد قبل الوصول لمنسوب التاسيس وقبل حتى الحفر ان احنا نعرف هل في مياه جوفيه عند منسوب التاسيس ولا ما فيش. طب لو في مياه جوفيه هي على بعد قد ايه من الفاونديشن ليفل اللي انا هاسس عليه؟ لو تفتكروا من حلقات كتير من اسابيع فاتت احنا قلنا ان احنا قبل ما نبدا نقول بسم الله في الشغل بنعمل ما يسمى بالبور هولز او بناخد عينات من التربه، بنعمل جسات ارضيه للتربه عشان خاطر بناخد الجسات دي، بتبقى على اعماق مختلفه، بتتراوح بين 2 متر 5 متر ممكن توصل ل 20 متر. بناخد عينات من التربه وبنوديها للمعمل عشان نعمل عليها اوف سايت تيست او نعمل عليها اختبارات في اللاب، في المختبرات نعرف من خلالها قوة التربة اللي احنا هنبني عليها دي هل تتحمل الاحمال اللي هتجينا ولا لا، الديزاين لود هل، ومن ضمن فوائدها برضو نعرف هل هتواجهنا مياه جوفية ولا لا قبل ما نحفر. لو لقينا ان التقرير ابحاث التربة او السويل انفستيجيشن ريبورت اللي بيطلع لي من الجسات بيقول ان مفيش مياه جوفية، خلاص يبقى كفى الله المؤمنين شر القتال واحنا مش محتاجين سيستم او طريقه نشيل بيها المياه الجوفيه، مفيش مياه جوفيه، تمام؟ طيب لو تقرير ابحاث التربه قال ان في مياه جوفيه بس المياه الجوفيه دي بعيده عن منسوب التاسيس اللي هو اوطى منسوب للمبنى اللي هرمي عليه الاساسات، بعيده عنه مسافه من 60 سنتي لمتر. يعني لو ده منسوب التاسيس المياه الجوفيه عندي على المنسوب ده بحيث ان المسافه بينهم وبين بعض بتتراوح من 60 لمتر، برضه مفيش قلق، عندي ميه بس بعيده كفايه عن منسوب التاسيس، واكون ضامن كمان ان هي خلال مراحل تنفيذ المشروع مش هيرتفع منسوب الميه الجوفيه وتبدا تهاجم لي منسوب التاسيس.
طيب الحالة الثالثة، احنا قلنا الأولى مفيش مياه جوفية، الثانية في مياه جوفية بس بعيدة بالمقدار الكافي اللي ما يقلقنيش عن منسوب التأسيس. الكيس الثالثة إن المياه الجوفية قريبة من منسوب التأسيس بمسافة أقل من متر أو أقل من 60 سنتي، ساعتها لازم أن نبحث على، لابد من وجود طريقة نعمل بيها نزح وإقصاء للمية عن طريقنا وإحنا بنبني. يبقى إذا ده بيدينا أهمية كبيرة قوي للجسات الأرضية اللي لازم نعملها، أو البور هولز اللي لازم نعملها قبل الحفر، واللي للأسف كتير من الناس ما بتعملهاش، إما نتيجة جهل منها، عدم دراية بالشيء يعني، أو نتيجة إن هم بيقعوا في شركة ما عندهاش ضمير ما بتعملهمش الجسات الأرضية دي. طيب لو افترضنا ان احنا هنعمل جسات ارضيه، يبقى اذا في شركات معينه ثيرد بارتي، شركات متخصصه في نزح المياه الجوفيه، هي اللي بتطلع لك التصاريح اللازمه لنزح المياه الجوفيه، لان حتى نزح المياه الجوفيه وشفطها تمام بيحتاج الى تصاريح من الجهات الحكوميه المختصه، لان المياه دي اللي انت بتشفطها من ارضك افترض انك هترميها في خط صرف حكومي، تمام؟ انت بقى هتاخد الموافقات اللازمه، هل هترميها في خط صرف مياه ديرتي يعني مياه غير نظيفة صرف تقيل، ولا في خط صرف الأمطار؟ لأن إحنا عارفين خط صرف الأمطار من المفترض إنه بينفصل عن خط صرف السيورج ووتر أو المياه الغير نظيفة يعني، تمام. طب إيه هي طرق نزح المياه الجوفية؟ غالبا طرق نزح المياه الجوفية دي هم من لي 3 طرق. الطريقة الأولى نزح المياه الجوفية عن طريق الشفط أو السحب، وده بيبقى من خلال مضخات للمياه أو بامبس، مضخات للمياه بتوزع على مسافات معينة على الأرض، وكل بامب بتبقى مرتبطة بمواسير أو بحاجة بنسميها injection pipe، مواسير شفط أو مواسير suction، سوري آسف، مواسير suction وليس injection، مش حقن، suction، بتبقى مزروعة داخل الأرض. لو دي الأرض قبل الحفر بزرع فيها المواسير وبدخلها كده إلى أعماق معينة بتبقى محددة مسبقا، وببدأ أشغل البمبات، فالمية طبعا بتشفط بيحصل لها ساكشن وتبدأ تطلع عن طريق البمبات وترمي في الخطوط الحكومية اللي بره، تمام. دي الطريقة الأولى، الهدف منها إن أنا لما بشفط بلاقي إن منسوب المية الجوفية لو هنا مثلا ببدأ أشفطه فبينزل، بنزله لحد المسافة الآمنة اللي هي بتتراوح من متر لمتر 20 بعيد عن منسوب التأسيس. دي حاجة. الطريقة التانية اللي ممكن استخدمها بدل لو ما توفرتش البامبس او نظام الشفط لاي سبب من الاسباب، انا بستخدم ما يسمى بالاكوا بارير. الاكوا بارير او ترجمته الحواجز المائية، بيبقى عبارة عن حواجز او اغشية مطاطية مصنوعة من البي في سي او مصنوعة من مواد بلاستيكية معينة اللي هي بنسميها الفينايل، تمام. في بعض الأحيان بنسميها الفينايل، بيبقى غشاء مسمي بيمنع الماء تماما. باجي بحطه أو بفرشه قبل ما أوصل لمنسوب التأسيس الريكوايرد، بحطه بحيث إنه يحجز المية من إن هي ترتفع وتهاجم لي منسوب التأسيس. وبعد من كده مسبقا يعني بعد ما أخلص تشييد، يا إما أشيلها أو يسيبها زي ما هي بحيث إنه يدفن عليها بعد من كده. الطريقة الثالثة إحنا ذكرنا عن طريق البامبس suction او الاكوا بارير، الطريقه الثالثه عن طريق الايفابوريشن التبخير. باجي بحط سيستم معين حراري بدقه داخل الارض بحيث انه يولد حراره تبخر المياه الجوفيه دي بحيث انها تتبخر في الهواء. طبعا السيستم ده قليل الاستخدام لحد كبير جدا، وبيستخدم في كيسز معينه لما بتستصعب الحاله الاولى او الحاله الثانيه. اللي احنا قلناه كده كان ده شرح سريع لما يسمى بالدي ووترنج سيستم او نزح المياه الجوفية. من فضلكم لو عندكم اي استفسارات او اسئلة يا ريت ان احنا نسأل، ولو مفيش اي اسئلة بعد اذنكم، اللي عنده اسئلة مسبقا بعد من كده او اللي عنده حلقات او اي اسئلة في اي مجال تاني مش لازم الدي ووترنج سيستم، يبعت لي على الايميل او يكتب لنا على الفيسبوك او صفحتنا على اليوتيوب، قناتنا على اليوتيوب، بحيث ان احنا نجاوب ونعمل حلقات على اي اسئله. كان معكم مهندس استشاري سامح احمد حلمي، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.